يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. تحيه لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا وبيبتدي معانا حلقه جديده من السادسه بعد فوز مهم على الاسماعيلي يختم بيه الاهلي مؤقتا مشواره في الدوري بالعلامه الكامله. اهم ثلاث لقطات في ماتش امبارح هم بالتاكيد لقطات الاهداف، هي اللقطات الاكثر متعه. خلينا متفقين انه يمكن يكون مش افضل عروض النادي الاهلي الموسم ده، لكن الحقيقه الثلاث اجوال كانوا مزيكا. اسيست امام، لمسه حسين واختراقه، وتفنيشه بيرسي تاو صنعوا الهدف الاول للنادي الاهلي. كل المتعه الحقيقه في اهداف الاهلي امبارح اللي ملعوبه بمزاج عالي جدا. كوكا يا ابني ايه الجمال والحلاوه والطعامه دي، لانه كوكا الحقيقه من الاول بقول كويس انه كولر بيعتمد وبيدي فرصه للشباب، اثبت نفسه مباراه بعد مباراه، لكن كوكا في ماتش الاسماعيلي امبارح يمكن يكون واحد من اهم مكاسب النادي الاهلي. الثرو من رضا سليم والاسيست من طاهر محمد طاهر والتحرك الذكي جدا، يمكن ما يكونش بيرسي تاو وهو نمره 10 النموذجي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن تحركاته تمركزاته كانت في منتهى الاهميه. ثم اللقطه اللي ملهاش اي لازمه ولا ليها اي معنى ولا كان ليها بالنسبه لي اي تفسير، لقطه هدف الاسماعيلي اللي جه، سميها اخطاء ساذجه، سميها ثقه زايده، سميها زي ما تسميها. عايز اخد بالي او اخد الفت نظر حضراتكم، امبارح خدت بالي الحقيقه يمكن ما ظهرش، ما سجلش، ما ساهمش، لكن انا براهن بشكل كبير جدا على زعلوك. مين؟ زعلوك. زعلوك امبارح في الدقايق البسيطه جدا اللي ظهر فيها، الحقيقه انا شفت مستقبل هجوم النادي الاهلي. ولد الحقيقه عنده ستايل خطير، ستايل فكرني بمهاجمين كبار. صغير في السن، صغير في السن، لكن عنده الرغبه، عايز، هيقاتل على الفرصه كل ما تجيله. والاهم انه شكله في الملعب بيقول انه فعلا عنده مقاومات راس حربه، ده اللي اثبته مع فريق شباب النادي الاهلي. واللي اتمنى ان شاء الله انه في الفرص اللي هيديها له مستر كولر السنه دي او السيزون ده يقدر يقول انا جاي. الخساره الاهم امبارح هي خساره امام، والحمد لله يمكن اطمنا على امام قبل الهوا على طول مباشره وعرفنا اخر التطورات. اصابه بسيطه جدا، كدمه في رجله، واعتقد انه زي ما اكد الجهاز الطبي اسبوع ل 10 ايام يرجع يشارك في التدريبات. لكن هل ممكن يلحق مباراه سيمبا الاولى اللي هتتلعب يوم 20 ولا لا؟ دي حاجه هيجيب على السؤال ده طبعا الجهاز الطبي في النهايه، والوقت يمكن يوضح بشكل كبير موقف امام من المشاركه في انطلاقه السوبر الافريقي. كل الاخبار كل المستجدات في السادسه لكن بعد الفاصل. وقفه مع كل اخبار الاهلي وكل اخبار منتخبات مصر سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي في الاهلي نيوز روم. عندنا توقف اجباري طبعا من هنا لغايه يوم 20، الاهلي بعيد عن المشاركه في اي مباريات. طبعا عندنا معسكر منتخب مصر في الامارات اللي هيتخلله مباراتين، مباراه زامبيا ومباراه الجزائر. كنت شايف الحقيقه ان مباراه زامبيا دي اصبح عليها علامات استفهام كتير جدا، لكن في النهايه ده برنامج محطوط لمنتخب مصر. واتمنى الحقيقه انه يعني المسؤولين في اتحاد الكره او المسؤولين عن المعسكر يراجعوا نفسهم في موضوع مباراه زامبيا. ما هيش مباراه بالاهميه الكبرى في التوقيت الحالي، واعتقد نظرا للظروف اللي بتمر بيها المنطقه واشقائنا في فلسطين اعتقد انه واجب اعاده النظر في مباراه زامبيا. لكن مباراه الجزائر مباراه مهمه جدا، على الرغم ان يمكن توقيتها بالنسبه لنا مش مناسب، لكنها فرصه للتقييم والوقوف على المستوى الحقيقي لمنتخب مصر، لانه يمكن يكون اللقاء الاقوى اللي هيخوضه روي فيتوريا مع منتخب مصر منذ تولى المسؤوليه، فرصه تقيس على حاجات كتير جدا. عندنا طبعا منتخبنا الاولمبي هيكون مع روجيرو ميكالي، عنده مباراتين، مباراه مع الاردن ومباراه مع اوزبكستان، ده التوقف الدولي، من بعدها يرجع الاهلي، وهي فرصه كويسه جدا بالنسبه لكولر لالتقاط الانفاس. اعتقد انه في كتير من الامور اللي يجب ان احنا نراجع حساباتنا فيها. امبارح مباراه الاسماعيلي، وسيبك من النتيجه وسيبك من الثلاث نقاط لانه ده الطبيعي، الظروف اللي بيمر بيها الاسماعيلي وحاله الفوقاني الكبيره جدا اللي بيعيشها النادي الاهلي مع مارسيل كولر مش من الموسم ده، من الموسم اللي قبل كده، تقول لك انه النتيجه دي طبيعيه ومنطقيه، وكان ممكن كمان انها تبقى اكتر من كده بكتير لو الاهلي كان في حالته.
لكن ده ما ينفيش انه يمكن تكون اكتر مباراه الاهلي ظهرت فيها اخطاء امبارح، واكتر مباراه سمحت فيها فرقه النادي الاهلي وسمح فيها مستر كولر بان الفريق المنافس يوصل لبرماك بسهوله ويمثل عليك خطوره في اوقات كتير جدا. كانت مباراه الاسماعيلي امبارح، يعني امبارح الشوط الثاني تحديدا كمان كان يمكن يكون أسوأ شوط لعبه النادي الاهلي من بدايه الموسم. هتقول لي احساس ان المباراه انتهت بالهدفين بتوع بيرسيتا وحسين الشحات، اقول لك وارد، ولو انه ده سيناريو ما احبش ابدا ان هو يتكرر. سيناريوهين مهمين جدا جدا جدا، يجب ان احنا نستفيد بيهم ونتعلم منهم وما نتمناش ان هم يتكرروا فيما هو قادم. السيناريو الاول هو انه الاهلي يتاخر في النتيجه، يعني انه الفريق المنافس هو اللي يبدا بالتسجيل. مش عارف ليه بتحصل حاله ارتباك، والسرعه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي بتتحول لحاله تسرع، والتركيز بيكون في ادنى مستوياته، والعصبيه بتزيد جدا وبتبان على اللعيبه في الملعب، وده في اوقات كتير جدا ما بيساعدناش على ان احنا نرجع في المباراه. ده سيناريو. السيناريو الثاني ان احنا نتقدم في النتيجه هدف او بهدفين من بعدها، بحس انه الطبيعي انك تكمل، او اللي عودنا عليه الاهلي انه يكمل، لكن في اوقات كتير بيحصل تراجع او بيحصل حاله ثقه زايده، او بيوصل للجمهور احساس انه اللعيبه في الملعب حست ان المباراه انتهت، فبتلاقي ان الكره اللي بتتلعب مش هي كره النادي الاهلي، او ان الطريقه اللي ابتدى بيها الاهلي المباراه مش هي الطريقه اللي فنش بيها الاهلي المباراه. امبارح كان في اخطاء كتير جدا، اعتقد مستر كولر مش هيفوتها في كلامه، واحنا داخلين وبنستعد. وانا كنت بتكلم على ماتش امبي وماتش الاسماعيلي ان هم الاستعداد الحقيقي لمباريات السوبر الافريقي. كولر بالفعل هيستغل فتره التوقف دي. مودس طبعا واحده من الحاجات اللي اعتقد يمكن يكون اكتر الاسماء اللي هتستفيد من فتره التوقف، لانه عايز تحسبها انه الراجل كان جاي فاهم انه الداون جريد من الدوري الالماني للدوري المصري هيخليه يجيب مستواه بسرعه، ممكن جدا وارد. عايز تقول انه الراجل البدني بتاعه مش جاهز، ممكن جدا برضه وارد. عايز تقول انه ما خدش الفرصه الكافيه انه ينسجم او يتفاهم، او يعني مساحه التفاهم تزيد بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، ممكن ما تاقلمش مع طريقه كولر، وارد. فبالتالي انت محتاج منه، وعلى الرغم طبعا انه في عصر الاحتراف احنا بنشوف لعيبه ما بتاخدش الوقت ده كله، لكن في النهايه ما تقدرش تحكم على انتوني مودست. واعتقد ان عوده كهربا لحسابات كولر في مباراه سيمبا هتكون طبعا اضافه كبيره جدا لخط هجوم النادي الاهلي، واتمنى انه زعلوك ياخد في الماتشات اللي جايه، حتى لو مش وقت كبير وحتى لو مش هشارك بشكل اساسي، لكن مهم جدا جدا رجله تبقى في الملعب. الولد الحقيقه امبارح مبشر جدا جدا جدا، ستايله وجريته واحساسه بشخصيته واحساسه بامكانياته، انا شفت في الدقائق اللي شارك فيها زعلوك لعيب كوره او مهاجم يعني مبشر جدا. واتمنى انه مستر كولر يديله زي ما ادى لكوكا النهارده. انت بتتكلم على كوكا، وكوكا بالمناسبه مبروك طبعا انضمامه لمنتخب مصر بعد استبعاد امام عاشور، اللي بنتمنى له السلامه ان شاء الله ويرجع لنا بسرعه. ومعلش قدر الله ما شاء فعل، يعني بعد ما ابتدى امام يجيب فورمه ويجيب مستوى كنا مستنينه منه جت الاصابه، بس الحمد لله طمن جماهير النادي الاهلي بسيطه، ومش هتعطل امام ان هو يرجع بسرعه. وخط وسط النادي الاهلي يطمنك، ما قلقناش خالص الحقيقه، في ديانج وفي مروان وفي كوكا اللي بيلمع بشكل كبير جدا السنه دي، وفي قفشه وفي السوليه بعد رجوعه، وفي كريم ندفت بعد رجوعه، وفي مفاسا اكرم توفيق اللي طبعا هيكون له دور كبير جدا مع الاهلي الموسم ده. كولر بيذاكر سيمبا احنا قابلناه 4 ماتشات. طبعا سيمبا من القوى الصاعده، يعني ما تقدرش تقول انه النهارده وانت بتتكلم على الكوره في تنزانيا سواء يانج افريكانز او سيمبا، ما تقدرش تقول او تتعامل معاهم على نفس المستوى او نفس الاسلوب اللي كنت عامل معاه تاريخيا. لا، سيمبا النهارده واحد من الفرق اللي بقت او حطت اسمها بين الكبار، والدليل اختياره في السوبر ليج. انت بتتكلم على الاهلي هيواجه سيمبا، لو قدرنا ان شاء الله نتخطى سيمبا التنزاني، مباراه ذهاب يوم 20، مباراه عوده 24، هيكون عندك على طول بعدها ب5 ايام مواجهه في الدور قبل النهائي بين الاهلي، وان شاء الله الاهلي، يعني نتمنى انه الاهلي يتخطى عقبه سيمبا
ويكون عنده مواجهه في قبل النهائي مع الفايز من بيترو اتلتيكو الانجولي وسان داونز الجنوب افريقي. بعد كده لو قدرت تتخطى المباراه دي هتواجه واحد من اربعه من كبار القاره الافريقيه، وداد في مواجهه انيمبا، وترجي في مواجهه مازيمبي، وداد مغربي في مواجهه انيمبا النيجيري، ترجي التونسي في مواجهه مازيمبي الكونغولي، كلهم ابطال افريقيا. كل الفرق اللي انا كلمت حضراتكم عليها دي، مازيمبي انيمبا او يمكن انيمبا كان كونفدراليه اعتقد يعني، بس ما خدش دوري ابطال، مش عارف خد دوري ابطال ولا لا. وداد بطل افريقيا، ترجي بطل افريقيا، سان داونز بطل افريقيا، وبالتالي انت بتتكلم على الثمانيه الكبار، منافسات صعبه جدا تنتظرك في بطوله السوبر ليج. الكلام ده امتى؟ الكلام ده كمان 12 يوم. فطبعا افريقيا الاهلي هيستعيد جهود كهربا، وامام ان شاء الله ممكن جدا جدا يلحق مباراه سيمبا، لو ما كانتش الاولى اعتقد ان شاء الله يكون سيمبا الثانيه. هو امبارح خلص او يعني بعد اصابته طلع على طول، ما استناش نهايه المباراه، اتحركوا بيه على مستشفى مباراه العصافره وعملوا كشف مبدئي، وان شاء الله باذن الله حاله امام بطمن ثاني جماهير النادي الاهلي. يعني اصابه بسيطه، كدمه كده في الساق في قصبه رجله تحديدا. فيعني دكتور احمد جاب الله طبعا بيجري كل الفحوصات اللازمه عشان يطمن على امام وعلى مدى جاهزيته، لكن زي ما عرفنا اصابه تحتاج من 7 أيام لـ10 أيام، وبعدها هيخش ان شاء الله في تدريبات الفريق. فممكن حتى لو ما خدش مباراه سيمبا اساسي الاولى ممكن ياخد منها جزء، او حتى ان شاء الله يعني نطمن عليه وما نغامرش بيه، وممكن مباراه العوده اللي هتكون في القاهره يوم 24 يكون امام مشارك فيها. خليني اخدكم لرحله منتخب مصر اللي بدات، بعثه منتخب مصر وصلت بالفعل خلاص الامارات عشان تحضر لمواجهتين، المواجهه الاولى مع زامبيا يوم 12 يوم الخميس اللي جاي، والمواجهه الثانيه هتكون مع الجزائر يوم 16. بعثه وصلت النهارده الصبح طبعا بقياده لوي فيتوريا المدير الفني، وصلت لمطار العين في الامارات، وتحدد ليها يوم 12 مواجهه زامبيا ويوم 16 مواجهه الجزائر. نتمنى التوفيق. طبعا المباراتين هيتلعبوا على استاد حزاع بن زايد، ومعها طبعا السيد عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم كرئيس للبعثه. منتخب مصر الاولمبي عنده مباراتين مهمين، واحده مع الاردن وواحده مع اوزباكستان، وهنتكلم النهارده بالتفاصيل في كل ما يتعلق بمعسكرات المنتخبات سواء اول او اولمبي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. في 20 سنه الاخيره اصبحت صناعه كره القدم وجهه اصيله لكل المستثمرين اللي بيفكروا يخشوا في تجارب استثماريه كبيره جدا، وكان في كتير حقيقه تجارب ناجحه، منها على سبيل المثال طبعا تجربه السيتي اللي يمكن تكون التجربه الابرز طبعا في السنوات الاخيره. شفنا تجارب تانية زي الانتر، الصين دخلت في الانتر، شفنا تجارب زي نيوكاسل السعوديه، واغلب الظن الحقيقه يمكن واحده من الحاجات لفتت نظري هو فكره الاستثمارات الاسيويه. هتلاقي انه اغلب الاستثمارات الاسيويه هي اللي منوره او ناجحه بشكل كبير جدا في اوروبا تحديدا، بي اس جي استثمارات قطريه، زي ما قلت السيتي استثمارات اماراتيه، شفنا الصين في ايطاليا مع الانتر، شفنا كمان سنغافوره او سنغافور في الدوري الاسباني وتحديدا مع فالنسيا. هنتكلم على التجربه دي والفكره وتاثيرها على نجاح النادي او النقله النوعيه والاهداف اللي بيحققها المستثمر من الدخول في صناعه كره القدم. معانا شون باي المدير العام السابق لنادي فالنسيا الاسباني، هو ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس، موجود معانا طبعا في سنغافوره حاليا. برحب بيك بدايه طبعا وبشكرك على مشاركتك معانا. يس شكرا، شكرا جزيلا على استضافتي. يعني بدايه خليني اتكلم معاك على فكره اتجاه الاستثمارات سواء عن طريق دول او عن طريق شركات او كيانات كبرى للاستثمار في كره القدم، ايه بتكون اهم اهدافها وايه الدوافع اللي بتخليها تتحرك لاختيار نادي بعينه؟ في البداية كلنا نعرف أن كرة القدم هي أكبر تجارة عالمية رياضيا حاليا، فمن وجهة نظري يجب أن نكون جزءا من هذه التجارة. فبطبيعة الحال يجب علينا أن نذهب ونلبي هذه الطلبات. فصناعة كرة القدم صناعة كبيرة عالميا وليس فقط على مستوى آسيا. يوجد جماهير خاصة بكرة القدم، يوجد الملايين متابعين لكرة القدم، وهؤلاء الجماهير يجب علينا إرضائهم. فهذا دافع أكبر لنا أن ننخرط في هذه العملية وأن نكون عضوا في هذا المجتمع.
ايه الاهداف اللي بيسعى ليها كلا الطرفين؟ يعني الاهداف اللي بيسعى لتحقيقها المستثمر والاهداف اللي بتسعى لتحقيقها اداره النادي. اوكي اعتقد ان انا على مستوى المستثمر ان اكبر هدف هو ان تبني نادي ناجح، ان تعين اداره ناجحه، ان تحضر فريقا ناجحا، وهذا هو السبب الرئيسي من وراء شراء اي نادي. وهذا ما يريده النادي، ليس فقط احراز وليس فقط احضار الاسماء الكبيره، ولكن الاحترافيه هي الاهم. فبالتالي حينما تدخل اي دوله في استثمار في اي نادي اوروبي يجب ان تحرص على فعل هذا لتنجح. ففي النهايه هذا هو اكبر هدف لاي مستثمر في كرة القدم، ليكن فهذه أساسيات لتنجح أي عملية استثمارية في كرة القدم. هل المستثمر بيكون ليه كافة الصلاحيات؟ يعني طبعا مفهوم دوره الرئيسي بيكون ضخ الأموال في ميزانية النادي بالشكل اللي بيتم الاتفاق عليه، لكن هل بيكون ليه دخل في طريقة الإدارة، في أسلوب النادي، في وضع خطة زمنية معينة؟ هل النادي مطلوب منه يحقق بطولات؟ هل النادي مطلوب منه في سوق الانتقالات انه يبيع ويشتري لاعبين وبالتالي يحقق فائض للمستثمر؟ يعني آلية العمل او الاتفاق بين الطرفين بتكون ازاي او بتكون مبنية على ايه؟ هذا يعتمد كثيرا على آلية وديناميكية عمل النادي قبل مجيء المستثمر وبعد مجيء المستثمر من ناحية العملية الاحترافية التي تدور. فالمستثمر ينتظر أرباح، وفي نفس الوقت النادي ينتظر المزيد من الإنفاق والنجاحات. فالمستثمر يريد أن يكون جزءا من القرارات الكبرى. فبالتالي عليه أن يكون لأنه بطبيعة الحال سينفق الكثير من الأموال في هذا النادي، ولكن أي من هذه الاستثمارات مطروحة على الطاولة يجب على الإدارة أن تناقشها بحرص، وليس كل القرارات متاحة للمستثمر، ولكن يجب على المستثمر أن يكون داعما ماديا، أن يكون داعما على مستوى الفني، على مستوى تلبية رغبات الإدارة. فهذا أمر مختلف عن نماذج الاستثمار المعروفة في أي تجارة أخرى. ما يريده النادي أولا، ما هو مناسب للجماهير ثانيا، ويجب على المستثمر أن يكتشف ما يريده تحديدا مع إدارة النادي والجماهير. تقييمك أو إلى أي مدى نجحت تجربة استثمار سنغافورة في نادي فالنسيا الأسباني ونجاح هنا على مستوى المستثمر وتحقيق أهدافه، وعلى مستوى إدارة النادي اللي بالتأكيد كان ليها تطلعات أيضا وأهداف أخرى؟ حسنا، أنا انفصلت عن النادي منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن أعتقد أن أي نجاحات حققناها حتى الآن أستطيع أن نقول أننا أنشأنا أكاديمية أو ساعدنا في تطور أكاديمية فالنسيا، والتي أمدت الفريق الأول على مدى 4 سنوات باللاعبين الممتازين. فهذا هو أكبر نجاح حتى الآن لنا. أعتقد أن هذا نوع ما أردنا أن نبنيه في فالنسيا. أعتقد أن هذه الأشياء يجب أن تنجز أولاً وتنجز باحترافية. الأمر لا يعتمد فقط على إحضار الخبراء ليديروا فالنسيا، ولكن كيف إدارة هذا وكيف توظيف الموارد؟ هذا أمر صعب بالمناسبة، ولكن استطعنا أن ننجح في هذا على الأقل، في هذا الجانب من مهمتنا، أن نرى كل هؤلاء الأولاد الصغار يتأهلون للفريق الأول في فالنسيا. كان أمرا ممتازا.
لكن القصة ما بتبقاش مرتبطة بتحقيق بطولات، لأن احنا شفنا تجارب كتير جدا، شفنا الصين بتستثمر في إيطاليا، شفنا الإمارات بتستثمر في إنجلترا، أيضا السعودية، شفنا قطر بتستثمر في فرنسا، وده كان نتيجته تحقيق بطولات، ولا ده ما بيبقاش هدف رئيسي، ده مرتبط يمكن بخطة طويلة المدى. كما قلت هي عملية معقدة، يجب عليك أن تنجح أولا في إدارة النادي للمرحلة المستهدفة، وما نراه الآن أن البطولات لا تأتي في الحال كما حصل مع الأندية التي ذكرت، ولكن هو مشروع تسير عليه، فبمجرد أن تحرز أول بطولة سيكون هناك حرص على الاستمرارية لإحراز المزيد. فأعتقد أن كل هذه الإدارات حرصت على أن تنجح وأن تحرز البطولات، كما قلت مانشستر سيتي أخيرا أحرز البطولات وأحرز دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا استغرقه سنوات عديدة ليصل إلى هذا المستوى من الاستمرارية والتأثير أو الفاعلية. أعتقد أن هذا هو المستوى الذي نطمح أن نراه. ففي الدوري الإسباني حرصنا على الاستمرارية، أن نسير بخطى ثابتة في إدارة النادي لمدى ناجح. أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا أطول، ويجب على أي مستثمر أن يفعل هذا. طيب خليني عشان وقتي في سؤال مهم كمان يهمني أطرحه عليك قبل ما أختم اللقاء. يمكن كان التوجه من رؤوس الأموال أو المستثمرين هو الاستثمار في أندية أوروبية في السنوات الأخيرة، والتجربة كانت ناجحة في أوقات كتير جدا، لكن يبدو أن التوجه أصبح الآن الاستثمار في نجوم الكرة الأوروبية. النهاردة بنشوف كتير من الأسماء اللي كانت متألقة في أوروبا بتلعب في الدوري السعودي. هل بتشوف دي بداية مرحلة أو بداية توجه جديد للاستثمار في نشاط كرة القدم، ولا مصير التجربة السعودية ممكن يكون زي مصير التجربة الصينية أو الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي؟ أعتقد أن تجربة السعودية هي كما تعرف هي إمكانية، أتاحت إمكانية أكبر لباقي الدوريات الآسيوية لفعل هذا. الأمر ليس فقط أن ننظر إلى الأسماء، ولكن ننظر إلى الجانب الدعائي، ننظر إلى الجانب التجاري. فالآن أي مشجع لكرة القدم حول العالم يميز ما يحدث، يعرف السعودية الآن تعرف الآن الملايين في العالم يعرفون من هي السعودية، وهذا ما استفادت منه حول العالم حتى الآن. ولكن الطريقة والمفتاح للاستمرار في هذا هو الأهم، هو أن تدعم جودة هذا المشروع، وأعتقد أنهم قادرون على إنتاج هذا وعلى إحضار العديد من اللاعبين وإحراز أو إنتاج المزيد من اللاعبين الشباب لتدعيم الفرق. أعتقد أن هذا نموذج ناجح، وأعتقد أن السعودية ستستمر في ذلك وأن باقي الدول الآسيوية ستلحق. سؤالي الأخير وتبقى من وقتي حوالي دقيقة، إيه اللي يحتاجه نادي فالنسيا لينافس على تحقيق الألقاب والبطولات، مش بس على مستوى الليجا أو على مستوى إسبانيا، على مستوى أوروبا؟ أعتقد أن فالنسيا يحتاج ما معه بالفعل فريق منظم، إدارة منظمة، وأن يستمر على هذا النسق. إذا أردت أن تفوز بالبطولات فيجب عليك أن تحسن استخدام الإمكانيات المتاحة لديك. فواحدة من أهم طرق التطور هي السير خطوة بخطوة نحو النجاح، الاستمرارية كما قلت. فأعتقد أن فالنسيا قادر على إحراز بطولة أو بطولتين في المواسم القادمة، ولكن يجب على الجماهير والإدارة أن تكون صابرة وأن تتضمن سوية والاعتماد أكثر على أكاديمية النادي لبناء فريق قوي. شومبي المدير السابق لنادي فالنسيا،
الاسباني. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. واعتقد انه فالنسيا طبعا نادي كبير في اسبانيا، يمكن التجربه ما تكونش نجحت بالقدر الكافي، لكن التجارب اللي من النوع ده بتحتاج الى وقت كبير جدا. فاصل ونرجع لحضراتكم. كلامي مش هيكون مع حضراتكم ومع ضيوفي عن ماتش الاسماعيلي بس، بقد ما هيكون عن بدايه الاهلي للموسم، لانه حضرتك عد معايا من النهارده 12 يوم يبدا النادي الاهلي يخش في اقوى منافسات السيزون كله في خلال ال 60 يوم القادمين ابتداء من يوم 20 اكتوبر. المشوار يبدا مع السوبر ليج مرورا ببدايات الشامبيونز ليج في دور المجموعات، ثم بعد كده نروح لكاس العالم للانديه. فبالتالي مهم جدا تقف على اهم نقاط القوه، وإذا كان في نقاط ضعف لابد إن احنا نتكلم عليها، وبيتهيألي لو في هتكون ظهرت بشكل كبير في مباراة امبارح اللي كان يمكن أكبر خسائرها اللي وقعت قلب جمهور النادي الأهلي أو قلوب جماهير الأهلي، هي إصابة إمام عاشور وإصابة حسين الشحات وخروجهم من الملعب. اسمحوا لي بداية طبعا قبل ما أدخل في التفاصيل أرحب بضيوفي حمادة الشناوي، أحمد العايدي اللي بيشرفنا النهاردة لأول مرة في السادسة، نورنا في قناة الأهلي ونورنا في السادسة. مساء الخير حمادة. أهلا بيك يا أحمد، وكالعادة مبسوط إن أنا موجود معاك، مبسوط إن أنا لأول مرة طبعا طالع مع أحمد عايدي. يعني عايدي بيشرفنا لأول مرة النهاردة، هنعمل له التست التقليدي والطبيعي. مساء الخير يا أبو حميد، نور الدنيا. ربنا يخليك يا رب، أهلا وسهلا. إن شاء الله تبقى حلقة جميلة على كل الناس، تبقى خفاف كده إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. اسمحوا لنا قبل ما ندخل بس ونبتدي كلامنا نروح لزميلنا فاروق صلاح نطمن منه، وكان موجود طبعا مع النادي الاهلي امبارح في اسكندريه وحضر كل التفاصيل خاصه بالمعسكر وحضر طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي، فنعرف منه اخر التطورات ولو عنده جديد. يا فاروق مساء الخير. برحب بك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بضيوفك الكرام الاصدقاء الاعزاء بقى حماده الشناوي والعايدي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهم حاجه بس فاروق يمكن عايزين نطمن على إصابة إمام عاشور وحسين الشحات وخروجهم امبارح، داخلين على مرحلة مهمة جدا صعبة. الاثنين مش بس لعيبة مميزين وإمكانياتهم كبيرة، لكن الاثنين كمان جابوا فورمة بسرعة، يمكن من أكتر اللعيبة اللي بتحسها فايقة جوه الملعب. فبالتالي وانت رايح للسوبر ليج صحيح يمكن يكون في فرصة توقف إلى حد ما تساعد على البرامج التأهيلية اللي اتحط ليهم وتساعدهم على الرجوع بسرعة، لكن عايزين نعرف منك تطورات الإصابة ومدة غيابهم عن النادي الأهلي. يعني زميلي احمد اثرت نقطه يعني انسجام امام عاشور، وده الكلام ده خلي بالك يعني من وقت ما كنا موجودين في معسكر الاهلي في النمسا، واحنا اتكلمنا على مدى انسجام امام عاشور مع النادي الاهلي وان واحد من الصفقات المهمه. طبعا المشهد بالامس يعني لقطه ومشهد خلع قلوب كل جماهير النادي الاهلي، سواء اللي موجودين في استاد الجيش ببرج العرب او الجماهير اللي يعني خلف الشاشات. كان المشهد بالنسبه لنا يعني احنا اطمنا لما امام عاشور قام وقف على رجليه، ثم كانت المشهد الاصعب هي لحظه وقوف امام عاشور في ارض الملعب وبكاء امام عاشور. يعني الامر حسينا بمدى صعوبه الامر، وان لا قدر الله ممكن يكون الامر فيه اصابه قد تكون خطيره، لكن يعني الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي يتعامل مع الامر وفضل خروج اللاعب. طبعا خرج امام عاشور من الملعب يعني مع سياره الاسعاف، كان بصحبته طبعا الدكتور عبد المجيد احد دكاتره الطاقم الطبي في النادي الاهلي، كان حريص يعني اللي هو الدكتور احمد ابو عبله شخص الدكتور احمد جاب الله معذره شخص الاصابه منذ اللحظه الاولى في ارض الملعب ان هي كانت كادمه في الساق اللاعب امام عاشور، ولكن كان عايز يطمن هل في كسور هل في شرخ. فبالتالي تم يعني الذهاب امام لاحد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه برفقه الدكتور عبد المجيد اللي قدر هناك طبعا عمل اكثر من فحص واكثر من اشعه، وهو موجود طبعا في المستشفى بعد طبعا الاشعه ليه الدكتور احمد جاب الله اللي اطمن على يعني قدم امام عاشور وان الامور كويسه. بعد ما طبعا ما اطمنا عليه يعني برضه عشان يطمن الجهاز الفني واللعيبه والفريق الكامل، امام عاشور تواجد معانا طبعا في الملعب بعد طبعا العوده من المستشفى. كان طبعا المباراه انتهت يعني مع انتهاء المباراه كانت عوده امام عاشور مره ثانيه الى استاد الجيش ببرج العرب، طمن على جيب السيركولر اللي كان واضح عليه علامات التاثر الشديده زميلي احمد يعني وهو خارج ما بين الشوطين. مستر كولر كان مستاء جدا وكان يعني بزعل شديد جدا، خايف ان ممكن تكون اصابه امام عاشور لا قدر الله يعني تبقى الامور اصعب، ولكن الامر تبدل تماما. حتى اللعيبه نفسها
كان في حاله من السعاده بالنسبه للعيبه لما اطمنت على امام عاشور اللي خلاص زي ما بنقول اكتسب ثقه الجهاز الفني، ثقه زملائه وثقه جمهور النادي الاهلي. فيعني بطمنك عليه. الدكتور احمد جاب الله زي ما اتكلمنا معاه قال لي الامر هياخد يعني امام ياخد راحه، هي الاصابه كلها يعني مش هتستغرق من 7 ل 10 ايام، لكن هياخد اسبوع راحه ثم 3 ايام ياخد جلسات علاج طبيعي، ثم طبعا يبدا ينزل في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. وزي ما اكد لنا يعني ان شاء الله يعني امام يكون موجود مع الاهلي باذن الله في المباراه الاولى، مباراه سيمبا التنزاني. اللي برضه زميلي احمد خليني برضه من خلالك اكد لك ان شاء الله النادي الاهلي من المقرر ان هيكون سفره الى تنزانيا يوم 18، انت عارف ان المباراه يوم 20. أيوة. هيكون سفر النادي الاهلي طبعا في بعثه، طبعا على تراس البعثه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زميلي احمد طبعا انت اتكلمت برضه على حسين الشحات، مظبوط، خلينا اطمنك على حسين الشحات. امر كانت كابنه بسيطه جدا، لكن حسين الشحات طبعا واحد من اللعيبه اللي بنقول بنبارك له عودته لمنتخب مصر، وجوده مع منتخب مصر الامر يعني الامر لم يعيق حسين الشحات من الالتحاق ببعثه منتخب مصر طبعا اللي توجهت للامارات. لكن برضه يعني من ضمن الامور اللي يعني تقدر تقول هي كانت مديه زعل شويه المستر كولر، عدم انضمام امام عاشور للمنتخب كانت مديه سعاده لامام عاشور، ولكن الامر بقى يعني في سعاده المستر كولر على رهانه على اللاعب احمد نبيل كوكا. أيوة حقيقي. اللي تم استدعائه، بالظبط تم استدعائه لمنتخب كوكا. انا لسه كنت بتكلم يا فاروق على كوكا الحقيقه امبارح، يمكن هو الولد خد ماتش واثنين وثلاثه، واضح ان كولر مديله ثقه كبيره جدا، لكن كوكا اللي انا شفته في ماتش اسماعيل امبارح غير، يعني الحقيقه الولد كواليتي هاف ديفندر على اعلى مستوى، جزء كبير جدا من تكتيك كولر مبني عليه، عنده مشاركة فعالة جدا في صناعة اللعب، تغيير اتجاهات الملعب في أوقات كتير جدا، وأسيست يمكن حسين الشحات امبارح يمكن يعني خير دليل على الكلام اللي أنا بقوله، واحد من أجمل الأسيستات اللي شفتها الحقيقة في الموسم الحالي. أنا بشكرك يا فاروق، كويس إن احنا اطمنا منك على إمام، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول. يعني الحقيقة واحد من اللعيبة اللي اثبتوا وجودهم بسرعه، دخل واكتسب فورمه الحقيقه بعد غياب، برضو اصابته ما كانتش سهله وكان مبتعد عن الملعب بقاله كتير، فبالتالي رجع وقدر يجي بسرعه، فنراهن ان شاء الله على عودته سريعا. بشكر زميلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار امام، كان مهم نطمن جمهور نادي الاهلي على امام امبارح. طيب خليني ابدا معاكم، خليني ابدا مع العادي كده تيست صغير عشان اعرف افهم دماغك ايه. واحد، بتشجع مين في اوروبا؟ لا ما بشجعش حد، الاهلي بس. في اوروبا مالكش فريق لا مفضل؟ لا بتفرج بس الاهلي بس يعني. الاهلي بس. طب افضل فريق لعب كوره في التاريخ؟ افضل فريق لعب كوره في الاهلي. برضو الاهلي. طب يعني مين الجيل اللي متعك؟ اكيد برضو يعني طبعا يعني في جالاكتيكوس في فتره من الفترات، في ريال مدريد، في الانتر والميلان في في في, في سنه يعني في مرحله من المراحل، مانشستر يونايتد اليكس فيركسون، برشلونه بيب جوارديولا، سيتي بيب جوارديولا. يعني انا اول حد فهمت الكوره بتاعتك عامله ازاي؟ كان منتخب البرازيل 2002، منتخب البرازيل 2002. كنت لسه صغير وكنت بصحى الساعه 8 الصبح عشان اتفرج على الماتشات كانت في كوريا واليابان. كنت بحب جدا رونالدينيو، انا يعني من اول ما اتفرجت عليه وهو بيلعب كوره وانا حبيته جدا. وطبعا الفتره اللي بعديها طبعا افضل لاعب مهاري في التاريخ رونالدينيو طبعا. رونالدينيو طبعا الكوره في رجله وسحر يعني. طب مش يعني في اوجه اتفاق كتير جدا. مش عايز تقول اسم نادي في اوروبا غير الاهلي؟ لا ما فعلا مفيش. بتفرج بحب الكوره وبحب اتفرج، لكن ماليش حد بشجعه. ممكن يكون الشناوي بقى لا انا اصلا انا بستغرب ان حد يكون عنده انتمائين لاي فريقين في الدنيا، صح، حتى بره مصر او جوه مصر. لا اصل الكوره يعني الكوره متعه يعني، انت اتفرج. بص انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، بص بس فكره ان انت تنتمي خلص وتتحمل وتزعل وتفرح لفرقه واحده، لا ما بيحصلش. ده طبيعي، ده بالنسبه لي. يعني هقول لك حاجه، مثلا نص جمهور الكوره في مصر اللي كان بيتفرج على الدوري الانجليزي وكان بيشجع مثلا مانشستر يونايتد، لما محمد صلاح راح ليفربول سابوا اليونايتد وراحوا ليفربول. يعني الكوره في اوروبا حاجه ثانيه. وبعدين خد بالك انا شخصيا مثلا مش ملتزم، يعني مش بشجع نادي يعني في الاهلي من ساعه ما ابتديت اشجع كوره، بشجع الاهلي بس في مصر يعني. لكن في اوروبا كنت بشجع اليونايتد ايام اليكس فيركسون، بعد شويه شجعت الميلان جيل تشيفتشينكو وجيل نيستا وسيدورف، وبعد كده برشلونه سنين طويله جدا. وما زلت برشلونه. ممكن اسالك سؤال، يعني انت بتزعل قوي لما ميلان او اليونايتد او اي فرقه؟ لا لا هي مش قصه زعل، لا انا بالنسبه لي الكوره في اوروبا هو الشغف، لا هو المتعه، الكوره اللي انا بتفرج عليها اشبع كوره، ده الفريق اللي متعني فاتفرج عليه بالظبط كده. دي الكوره اللي بتمتعني. النهارده بتفرج على السيتي
بتمتع كوره. لو السيتي خسر بطوله مش يعني هزعل شويه، بس يعني في النهايه انا بتفرج عشان انا امتع عيني. أيوة كوره كده يعتبر كده في فرق، في فرق ما بين انت بتشجع وفي فرق ان انت بتتابع او بتتفرج او بتستمتع. انت بتشجع مين؟ انا بشجع النادي الاهلي. أيوة. بتستمتع بمين؟ بستمتع ببرايتون، السيتي، مان يونايتد، ليفربول، في اوقات برشلونه، بيب، ريال مدريد، كل الفرق دي انا بتفرج عليها بستمتع. لا بس في ناس بتشجع في ناس دي بس انا بستغربهم. يعني في ناس مثلا بتشجع اليوفي، واليوفي في فتره من الفترات ايام ديل بييرو كان بيلعب كره من اجمل يعني من اجمل مدارس الكره ممكن تتفرج عليها في اوروبا. في ناس لغايه النهارده تشوف اليوفي تراجع قد ايه وما بقاش موجود في دوري الابطال، ولغايه النهارده مكمله في تشجيع اليوفي. هكذا الانتر، هكذا الميلان، هكذا ده. انا اعرف ناس بتشجع بروسيا دورتموند. دي حقيقه. يعني انا اعرف حد بيشجع اشبيليه على فكره. هو كورته ممتعه، بتشجع اشبيليه. انا اعرف حد مش مش انا تعرف حد بيشجع اشبيليه ابدا. يعني بس هو امبارح كان في اختبار مهم جدا، لان ماتش الاهلي والاسماعيلي كان في نفس الوقت بتاع ماتش ارسنال والسيتي. ده كان اختبار مهم جدا للناس اللي بتشجع سيتي او ارسنال وبيحبوا الاهلي. لا طبعا، هو اينما وجد مباراه الاهلي استحاله، وده جزء من قوه المسابقه على فكره. يعني شوفوا احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي، هو اقوى دوري على مستوى العالم، وفي خلينا نعترف انه في يمكن يقول اكتر دوري بيتشاهد او بيتابع في مصر هنا هو الدوري الانجليزي. لكن لما يكون في توقيت مباراه السيتي والارسنال، واحده من اكتر المباريات جماهيريه، وهي الاقوى في السيزون اللي فات والسيزون ده، بما انه المنافسه المباشره بقت بين الاثنين دول في نفس توقيت الاهلي الاسماعيلي، فالناس كلها تتفرج على الاهلي الاسماعيلي. لك ان تتخيل قوه الدوري المصري اللي قاعد بيتابع مباراه اكتر من 60 70 قول 80 مليون مشاهد. لان انا واثق امبارح انه مش بس جماهير الاهلي الاسماعيلي كانت بتتابع المباراه، اي حد بيحب الكوره في مصر، اتحداوي، مصراوي، حتى زملكاوي، هيكون قاعد بيتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي. ده حقيقي. يعني اصل انا كمشجع اهلاوي انا عمري ما هسيب اي ماتش النادي الاهلي عشان اتفرج على اي حد تاني بيلعب مهما كانت قوه المسابقه. حصلت قبل كده في مرات كتيره جدا في ماتشات توازي نهائي دوري الابطال ونص النهائي وماتشات اصلا السيمي فاينل في كل حاجه في دوري الابطال. انا كشناوي انا كنت بسيبها فعلا وبتفرج على اي ماتش الاهلي، حتى لو كان في الدوري، حتى لو كان في الكاس او في اي مكان. لا ونسخه الاهلي كمان السنه دي ما تتفوتش، يعني ممتعه. يعني على فكره فيها متعه. يعني على فكره بتشوف كوره صحيح، عينك على كجمهور عينك بص على اللقب وعلى البطوله، لكن في نفس الوقت انت ال 90 دقيقه بتاع الاهلي لما انت الاهلي هيغيب 12 يوم الناس متضايقه، هو احنا هنقعد 12 يوم نستنى لما الاهلي يرجع يلعب مره ثانيه؟ فالحاله دي في نفسها معناها انه الناس مش بس النتائج والبطولات لكن كمان كره الاهلي. لا بالمناسبه على فكره يا احمد، يعني من النادر ان انا كنت مع الاهلي كنت الاقي اللمسه الابداعيه. انا حاسس ان مارسيل كولر مدي للعيبه مساحه واسعه قوي من الابداع والارتجاليه. يعني من النادر من النادر اقول لك من النادر مؤخرا ولا من النادر؟ لا مؤخرا. لا انا في العموم الجيل الذهبي كان فيه متعه وكعوبه وكل اجيال الاهلي كان فيها. لا انا بتكلم على الفتره الاخيره مع نفس الجيل ده. أيوة. من النادر ان انت كنت تلاقي اللعيب عنده مساحه من الحريه انه يبدع، ان هو يطلع اللي عنده كله، ان هو يدي لك لقطه جماليه، ان يدي لك كعب، ان يدي لك كره مثلا بيفوتها السرو بول، في مساحه كبيره ان انت تريسك في كل حاجه، في باص، في مراوغه، في كل حاجه. ده كولر يا عايدي بيتهيأ، يعني دي بصمه كولر طبعًا. مع الاهلي طبعا. يعني الالقاب لو بنتكلم على الجيل ده تحديدا، الالقاب ما غابتش ابدا. الجيل ده وصل 4 نهائي دوري ابطال، لعب في 3 نسخ كاس عالم، وجايب 2 سوبر افريقي، جايب دوري وجايب كاس، جايب شويه بطولات كده جنبه. لكن في النهايه مع كولر الجيل ده غير. طبعا بصراحه مستر كولر من ساعه ما تولى المسؤوليه واحنا شايفين النتائج ما شاء الله، سكورات كتير مع الاداء والبطولات، فهو راجل حقق المعادله الصعبه، ان انا بكسب سكورات، باخد بطولات، اي بطوله بنخش فيها مع الراجل لحد دلوقتي ما شاء الله بناخدها، مع كمان الاداء الممتع في الملعب. انت بقيت قاعد مش عايز تسيب ولا دقيقه في الماتش الا ما تتفرج عليها وتتفرج ازاي اللعيبه بتتحرك، ازاي في حريه للعيبه انها تبدع في التلت الاخير. اللي شايف تحركات اللعيبه، الكور الثابته، المهارات اللي بقت موجوده، تطور الاداء الفردي لكل اللعيبه الموجوده في الفرقه السنه اللي فاتت وبرده احنا شايفين السنه دي. فاكيد طبعا مستر كولر من اول يوم حط فيه رجله جوه النادي واحنا شايفين تطور كبير جدا على مستوى الاداء طبعا بجانب النتائج والبطولات. يعني طيب الاهلي ظهر في 3 بطولات مختلفه. صحيح. ظهر في كام على الموسم، بطولات الموسم ده، في دوري ابطال افريقيا، ظهر في الدوري المصري، ظهر في بطوله الكاس، كل ماتشاته العلامه الكامله. وزي ما كنت بقول في البدايه، دي الفتره اللي تقدر تقيس عليها شكل ومستوى النادي الاهلي قبل ما تروح لضرب النار. عندك الثمانيه الكبار في السوبر ليج، عندك ابطال قارات في بطوله كاس عالم انديه، وعندك دور المجموعات في افريقيا اللي ان شاء الله باذن الله الاهلي بيحاول يحقق لقب 12 فيها.
خلاص خلصنا مرحله التمهيديه وداخلين في الجد. اهم الايجابيات اللي ظهرت على الاهلي من وجهه نظر حماده ومن وجهه نظر عايدي في الاربع ماتشات دول، والحاجات اللي لسه ممكن تكون بالنسبه لجمهور الاهلي مصدر قلق او محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير بحيث انك انت تبقى جاهز لبدايه مشوار مع سيما. اول حاجه ايجابيه بالنسبه لي يعني هي وفرت الفرص والغزاره التهديفيه. انت بتتكلم على اسكورات في كل الماتشات ما عدا اول ماتش، دي حاجه تطمن. وبالمناسبه بعيد عن المهاجم اللي احنا كنا بننادي بيه، يعني كل الناس اللي بتسجل هي بتسجل اجنحه ومركز 8، كل الناس بتسجل فالعدد كبير. ده يدي لك طمأنينة ان الفريق شغال وعنده حلول كتير وبيوزع من كذا مكان، بمعنى ان انت بتصنع من جبهة الشمال ومن جبهة اليمين ومن العمق. يعني شفت امام بيصنع من العمق، شفت كوكا بيصنع من العمق، شفت حسين الشحات بيصنع وبيسجل، شفت تاو بيصنع ويسجل من اماكن مختلفه. ففي بالانس من القوه التهديفيه وقوه صناعه الفرص. مفيش ناحيه مايله، لا مفيش ناحيه مايله، لان في سنين سابقه في سنين سابقه برضو مع نفس الجيل ده كفه معلول دايما كانت طبه. يعني معلول كان دايما كل الخطوره، وكنا دايما بنقول ان معلول هو 60% من قوه النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم دلوقتي لا، انت ما تقدرش تقول على معلول 60%، لا انت تقدر توزع النسبه بتاعه القوه في النادي الاهلي الهجوميه على ناس كتير. الحاجه الايجابيه الثانيه هي وفره اللعيبه السوبر، وكلهم في حاله بدنيه وجاهزيه وتنافسيه حلوه قوي لمصلحه النادي الاهلي. تتكلم على مستوى الاجانب، كل الاجانب الموجودين كلهم مميزين، كلهم بلا استثناء. فيهم مودست، مودست مميز ومحتاج وقت عشان يبقى سوبر ويجيب كل اللي عنده. انا عايز اقف مع مودست لان هو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لسه علامه استفهام شويه. الناس كانت مستنيه من دي 1 يكسر الدنيا. بس انا هاجي لقصه الاسماء دي لان في اسماء كتير مش بس مودست عايز اقف معاه. اسماء لفتت الانظار بشده، اسماء اثبتت جداره ما كانش حد متوقع انها حتى يكون ليها الدور ده من بدايه الموسم. كنا ممكن نتوقع انه لما النجوم الكبار اللي في الحته دي ممكن يبقوا مصابين او مستنزفين او بعاد شويه عن مستواهم ممكن ياخدوا مساحه، لكن الحقيقه دخلوا وتالقوا من بدايه الموسم. بس خلينا نروح مع الكونز بقى، الحاجات اللي ممكن تبقى محتاجه شغل زياده، الحاجات اللي ممكن تبقى مقلقه قبل ما تروح لمستوى تاني من المنافسه عادي هيكون بالتاكيد اصعب بكتير جدا من اللي انت خطه. انت لعبت مصري، اسماعيلي، امبي، سان جورج، دول صح. الفرق اللي انت واجهتها مع كامل الاحترام والتقدير ليهم يعني تختلف صحيح جمله وتفصيلا عن السوبر ليج وعن كاس العالم. الملاحظه اللي احنا كنا شفناها الماتشات اللي فاتت ان الاهلي عنده تنوع في الاداء الهجومي. انا بسجل عن طريق لعيبه كتير بجمل مختلفه، في تحركات من غير كوره موجوده بيعملها امام وبيعملها ديانج وحسين الشحات وبيرستا، وفي بينهم تناغم كبير جدا. لكن الحته الدفاعيه احنا شفنا يمكن ماتش امبارح الاهلي والاسماعيلي في بعض المساحات شويه ظهرت في ظهر نص الملعب عندنا بسبب الضغط اللي احنا كنا بنطبقه في الشوط الاول، ويمكن المساحه دي اللي موجوده مثلا في ظهر كوكا، وكان ساعتها الخط امبارح اسوء تلت ساعه في السيزون الشوط الثاني بالظبط. يعني انت الساعه دي تقريبا ما كنتش موجود فيها في ملعب، فقدت الاستحواذ، فقدت صناعه الفرص، فقدت حتى القدرات على يعني الفرصه دي. احمد امبارح الشناوي بمناسبه الشناوي عمل ماتش جامد قوي. الشناوي امبارح علام، هو ده الشناوي يعني امبارح ده الشناوي. في كوره شالها في الدقيقه في اخر الشوط الاول كانت خطا علي معلول وطلع عليه وانور قفل عليه الزاويه بشكل جميل جدا. كان ممكن سيناريو الماتش يتحول لو الجون ده دخل. فبصراحه الشناوي امبارح عمل ماتش كبير وكان مساهم ان السيناريو بتاع الماتش كبير جدا. طبعا فغير الشناوي بقى قصه الشناوي فرحان طبعا مش كان في اللي هو اللقطه الاولى اللي كانت ظاهره دي الفرصه الاولانيه اللي اول فرصه في الماتش بتاع التاو لا الاولانيه الاسماعيلي اللي هو النور في الدقيقه 40 تقريبا في الثانيه 40 مشكله ظهرت. يعني اتمنى برضو من مارسيل كولر ياخد باله لانها اتكررت في اكتر من مره ان دايما المهاجم بيسحب عبد المنعم وياسر ابراهيم لمناطق لتحت قوي فبالتالي بيسيب مساحه وراه، فبتبقى فرصه ان اي حد يستغل المساحه دي. ويو النور بذكاء نزل لتحت شد مع ياسر ابراهيم ورجع تاني في نفس اللحظه عمل يوتير خد المساحه واكتشف لا المساحة. هو مش بس الهجمه الاولى دي واتكررت اكتر من مره. امبارح هجمات كتير جدا للاسماعيلي لو اللعيبه ما افتقدتش الدقه في اللمسه الاخيره كانت ممكن سهوله الوصول لمرمى الاهلي امبارح كانت نقطه واضحه جدا. ما هو السبب اللي قالك عادي ان في جاب كبيره قوي ما بين خط النص وخط الظهر فبالتالي دي مساحه في حريه للاعيبه الاسماعيلي ان هم بيتحركوا وفي نفس الوقت
الاجنحه والمهاجم بتاع الاسماعيلي كانوا دايما بيشدوا لعيبه الاهلي لتحت عشان يفتحوا المساحات ويفتحوا جاب ما بين الخطوط بتاع النادي الاهلي، وبالتالي كان بيستغلوها وظهرت في الثانيه 40 واتكررت اكتر من مره في الشوط الاول في الشوط الثاني. في نقطه مهمه جدا امبارح كابتن هاب جلال عمل تركايه، يو انور لعيب جناح مش مهاجم، فهو حب يستغل السرعه بتاعته وحطه لعبه على ياسر ومنعم، ويمكن هو زي انت بتتكلم كده الكره اللي كانت في اول دقيقه في الماتش لما عبد الرحمن مجدي استلم الكره في ظهر نص الملعب ولعب السرو باص الطويل اللي لحقه عبد المنعم، هو اعتقد مستر كولر حط حسابه ان عبد المنعم لعيب سريع جدا وبيغطي له المساحات اللي موجوده. معلش بمناسبه هو عبد الرحمن مجدي راح المنتخب ولا ما خدوش؟ لا ما خدوش. امبارح ان عبد الرحمن مجدي دايما بيخش يستلم، لا 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 نرجع الكره دي تاني بقى، كوكا ما يعديش كده، الاسيست بتاع كوكا ما ما ما, ما يتخطفش كده. ايه كوكا امبارح؟ يعني كوكا قبل كده تمام ماشي، لكن كوكا امبارح انا شفت له دور في الملعب مهم، يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها. جبار. لا جبار. لكن دوره في الملعب امبارح كوكا لازم ياخد حقه. الدور الدفاعي، انا بالنسبه لي الدور الدفاعي اللي عمله كوكا امبارح اهم بكتير قوي من الاسيست الجميل الرائع العظيم. لا اللونج باسز بتاعته كمان فيها دقه وفيها سنس عالي جدا. الكره دي ملعوبه بين قلبين الدفاع. بص حسين قطع ازاي من بين السيرد باك والباك عشان يوصل للجول. الكره دي ما يلعبهاش في لعيبه في الملعب يعني ما بتشوفش غير 3 4 متر قدامها، وفي لعيبه تانية بعينيها كشفه الملعب كله، المساحه اللي بين كوكا وبين الشحات لعيبه كتيره جدا ما تقدرش تشوف الشحات من الحته دي ولا تشوف تحركه ولا تحط له الكوره بالدقه دي في الحته دي. ارضي كوكا مش عاليه. كوكا لو لونج كانت كوكا بالباس ده اثبت انه لعيب عنده كوره عاليه جدا. على فكره كوكا من سنتين السنه اللي قبل اللي فاتت قدام امبي عمل لونج باس، كان بيلعب ساعتها باك ليفت، عمل لونج باس لحسين الشحات واداه لانفراد وجاب جون ساعتها من سنتين مع موسيماني، كان هو ساعتها بيلعب باك ليفت، عمل لونج باس بثرو باس كان تقريبا في اول ثلث ساعه في الماتش راح بيها وسجلها طول حسين الشحات، فواضح ان هو راجل عنده الموهبه دي. وفي نقطه كمان غير حته الدفاع اللي اتكلم عنها الشناوي، ان هو بيظهر لزمايله. انا امبارح في اكتر من لقطه الكره ناحيه الشمال مع معلول بيقرب مع معلول يسند معاه، ياخد الكره ويروح لهاني يسند معاه، هو اللعيب اللي بياخد الكره من نص الملعب وبيطلع بيها للثلث الهجومي، لان كده كده امام عاشور هو لعيب موجود في المساحات، هو دايما بيستغل المساحه اللي في ظهر نص ملعب الخصم عشان يستلم فيها الكره ويروح. دي طبعا تعليمات من كولر. ديانج لعيب دايما بيضغط وبيطارد الكره، كوكا عنده دور انه يطلع بالكره من نص الملعب وبيستلم وسط 2 3 ومش خايف، فطبعا راجل عنده شخصيه، لعيب كورته حلوه، بيستلم تحت ضغط وكمان بيغطي المساحات كويس، فاحنا هنا بنتكلم على لعيب مع مروان عطيه بيدي عمق كبير جدا لقائمه الاهلي السنه دي بصراحه يعني. هو السؤال هنا بقى يعني لما بنت كره كوكا كده للجمهور، كوكا في الماتشات اللي قبل كده كان ممكن شويه الجمهور يحس انه كولر، انا هتكلم جمهور يعني ممكن كنت تحس انه كولر فرضه على الجمهور، فالجمهور ممكن يقول لك ليه مبتدي بكوكا ما تبتدي بمروان عطيه، فاهم قصدي؟ او لو مثلا اكرم في الجاهز يبقى اكرم طبعا مش كوكا، لانه اكرم احنا حافظينه وفاهمينه وعارفينه ومتاكدين من امكانياته. تالق كوكا بالشكل ده مع الوفره العدديه في خط نص النادي الاهلي، هل ممكن تخلي كولر يفكر بما انه بيجيد اللعب برجله الشمال انه كوكا يروح مع علي معلول، بما انه الموسم طويل وممتد ممكن يكون واحد من الحلول مع كريم الدبيس وعلي معلول، ولا كوكا نص ملعب يبقى خلاص هو نص ملعب؟ طيب هو بدايه كوكا مع النادي الاهلي طبعا هو في الناشين وارتكاز وبيلعب 8 وبيلعب في كل الاماكن اللي في نص الملعب، فيرست تيم اتوظف باك شمال لما راح فيرست تيم اتوظف باك اكتر وقت لعبه ايه؟ لعبه في نص الملعب بكل مساهمات. لا انا ما عنديش شك في امكانياته في نص الملعب، انا بقول هل من الممكن خد بالك انا جاي لك راجع سوليا راجع ندفد راجع اكرم عندك مروان ديانج قفشه امام فانت عندك امبارح اتوظف لعيب الملعب. الفكره ان هو بدا مع موسيماني كان بيلعب باك ليفت كحل بديل لعلي معلول ومحمود وحيد وقتها كان مصاب، ظهر بشكل كويس ادى بشكل كويس، ولكن دي مش المساحه اللي تبان سهله لكوكا ان هو يطلع او يظهر. كوكا لما بيلعب في نص الملعب بيبان بشكل كويس قوي، قدراته بتبان لانه لعيب متميز جدا في نص الملعب وعنده العين الحلوه. يعني انت عايزه يثبت نص الملعب؟ انا عايزه يثبت نص الملعب، وعايز برضو نتحرر من فكره ان احنا
ده صغير وده كبير. كوكا اظهر للناس كلها واظهر كمان لمدرب منتخب مصر ان هو لعيب كبير، هو راح واخده فيتوريا معايا دي حقيقه، فهو عنده الامكانيات وعنده القدره وعنده الشخصيه ان هو يكون ارتكاز في النادي الاهلي. وبالفعل دلوقتي لحد الان من ساعه ما بدا السيزون هو بياخد نص الدقائق مع مروان عطيه، مروان اللي كان مسيطر على كل الدقائق السنه اللي فاتت. طيب عادي انت مجهز لنا حالات؟ عايز تقول حاجه على كوكا؟ حاجه مهمه جدا. اتفضل. كوكا اللي بيميزه عن باقي اللعيبه في نص الملعب ان هو لعيب كورته عاليه. لعيب كورته عاليه زي هنا كوكا مثلا عندنا الكره هنا ناحيه الشمال مع علي معلول. أيوه. كوكا مقرب المعلول يسند معاه. هياخد منه الكوره، الصوره اللي بعديها هنلاقي ان كوكا بياخد الكوره ويروح بص هنا كوكا فين. هنا جنب محمد هاني كان في اقصى الشمال بقى في اقصى اليمين. كوكا هياخد الكوره تاني وهيبدا يبص لقدام ويزيد بيها. هنا بص هنا كوكا لوحده وسط كام واحد. هنا كوكا قادر ان هو عنده الشخصيه وعنده القدرات ان هو يستلم. هنا بيلعب الدبل باص مع امام عاشور. امام عاشور بيتحرك في ظهر نص الملعب وبيستلم في المساحه. هنا كوكا عنده الامكانيات واخد الواجبات ان الراجل يطلع بالكره من نص الملعب. هو 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 في كل الحالات اللي انت جبتها عادي اكتر حاجه يعني لفتت نظري في كوكا، وانا حتى بتفرج على ماتش امبارح، انه في كل مشهد لقطه من دول بيستلم فيهم الكره هو قادر يخلق لنفسه مكان جوه الملعب بعيد عن بالزبط. الضغط، ففي هنا قدره عاليه على التمركز والاهم كمان من ده انه بيفتح زاويه التمرير السهله لاي لاعب معاه الكره في نادي الاهلي. انت ما عندكش مشكله في انك تباص الكره بمنتهى السهوله. صحيح. في لعيبه كتير جدا تحس انها بتبقى مستخبيه او مصعبه او قافله زاويه التمرير على زميلها. كوكا عنده من الذكاء انه يعرف يتمركز او يظهر لزمايله بشكل كويس جدا ويخلق نفسه المساحه اللي يستلم فيها من غير ضغط. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان هو عنده الشخصيه ان هو وهو واحنا بنحضر اللعب من تحت قادر ان هو يظهر لزمايله ويستلم. ممكن تلاقي ان باقي اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب ما عندهمش نفس الامكانيه دي. أيوه. مروان عنده الحته دي، مروان السنه اللي فاتت كان بيظهر لزمايله بياخد الكوره بيوزع اللعب. كوكا عنده الحته دي، عشان كده كوكا هو الراجل مستخدمه في الحته دي وحطه مع مروان. ليه؟ لانه عنده الشخصيه. خط نص الاهلي ضرب نار السنه دي، هتقعد مين وتلاعب مين؟ ده سؤال يعني. هو الحقيقه مش خط نص الاهلي وخط هجوم الاهلي كمان، الحقيقه السنه دي ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم ضرب نار. طيب خلينا نروح للعيب ما خدش غير دقائق بسيطه جدا، زعلوك، بس الحقيقه في الدقائق دول شد لفت نظري وشد انتباهي، خلاني ابرق كده واتفرج عليه واستنى الكوره تجيله عشان اشوف هيعمل بيها ايه. شفتوا مشاركه زعلوك امبارح ازاي؟ انا شايفها حاجه ايجابيه جدا. يعني احنا من زمان قوي مفتقدين فكره ان مهاجم جاي من قطاع الناشئين طالع لفوق. يعني هاي. الفكره نفسها في حد ذاتها فكره جميله وفكره مشوقه جدا للمشجع. يعني زعلوك اصلا من البدايه هو لعيب كويس قوي وعنده مستقبل ومهاجم كلاسيكي قوي رغم ان هو لسه صغير في السن. يعني من المهاجمين اللي هو تحسهم جايين من الجيل القديم. المهاجم اللي هو جوه الصندوق اللي بيشتغل اللي بيضرب اللي بيعمل، رغم ان انت ممكن تشوفه كده من الهيئه بتاعته تقول له ان ده لعيب جاي بتاع اكاديميه اللي هو لعيب متاسس وخلاص، انما مش هو اللعيب القوي، مش هو اللعيب اللي كورته كويسه. أيوه. مش هو اللعيب اللي يقدر مثلا يتحرك ما بين زمايله، مش هو اللعيب اللي بيعافر على كل كوره. فزعلوك بصراحه من اللعيبه اللي شدتني فعلا امبارح، وحسيت ان هو محتاج ياخد وقت اكتر ومحتاج ينزل في توقيتات معينه. يعني ينزل لما يكون الاهلي كسبان، فبحيث ينزل يكون مرتاح ما يكونش فيه ضغط عشان يكون عنده مساحه ان هو يضيع. لان زعلوك لو نزل مثلا والاهلي مثلا عايز يكسب متعادل متاخر في النتيجه وضيع فرصه، التاثير بتاع الجمهور والحاله بتاعه الجمهور ممكن تاثر عليه بشكل سلبي ويتاثر نفسيا. فلازم عشان ينزل لازم تفرش له ارضيه تكون خصبه ان لاعب ناشئ صغير في السن يطلع وياخد مع الوقت، بحيث ان هو لما يجي اخر السيزون يكون عنده حصيله من الوقت كويسه جدا ويكتسب خبرات واحده واحده. يعني هو مش صح ان هو ياخد دقائق كتير على طول بشكل مباشر، ومش صح ان هو يختفي ويظهر في توقيتات معينه، لا. صحيح. هو صح ان هو يشارك باستمرار لدقائق معينه في توقيتات معينه، ده لمصلحته، وهو لعيب كويس وخامته كويسه وجاي. لكن في مسج واضحه من كولر السيزون ده بالذات، وهي فكره انه اللاعبين الشباب، ويبدو ده ان ده كان في تخطيطه حتى مع فكره وجود او اضافه عنصر على الجهاز الفني النادي الاهلي بيرنجر، انه يطور اللعيبه اللي طالعه بحيث انه يكون ليها دور مع الاهلي في موسم صعب وطويل. شفنا كريم الدبيس، شفنا كوكا اللي النهارده الناس كلها بتتكلم على واحد من نجوم النادي الاهلي واثبت وجوده لدرجه انه يتاخد في منتخب مصر، وشفنا حتى ظهور اول لزعلوك مبشر.
الشباب الصغير شايف دورهم ازاي عادي، وتقييمك ليهم وزورهم مع الاهلي او دورهم مع الاهلي لغايه دلوقتي؟ الاكيد ان مستر كولر بيشوف اللاعب اللي هيفيده ايا كان سنه. شفنا معلش كمان يمكن في التحضير كان معتز طبعا السنه اللي فاتت ظهر في اخر ماتش، واضح ان الراجل ما عندوش اسماء. انا بشوف اللعيب اللي هو عنده شخصيه، اللعيب اللي هيفيدني وهيلعب ايا كان مين بيلعب مكانه، وهو عادل جدا بصراحه في القصه دي. فاحنا لما بنتفرج على كوكا الراجل واخد اريحيه معاه بشكل كبير جدا، الراجل بيشارك على حساب مروان عطيه. كريم الدبيس لما نزل في ماتش سان جورج عمل ماتش كبير وعمل اسيست، واللعيب واضح ان هو لسه قدامه كتير. وكمان الراجل ما فكرش ان هو يجيب باك ليفت، لا انا عندي علي معلول وعندي كريم الدبيس رقم 2. فانا واضح ان الراجل بيثق فيه ثقه كبيره جدا. زعلوك كان موجود معاه في معسكر النمسا وشارك امبارح ماتش الاسماعيلي ماتش كبير وماتش جماهيري، فكون ان الراجل بيديه في ماتش زي ده يبقى انا بثق في امكانياتك وانت لعيب يستحق الفرص. فاعتقد المسج دي كمان بتوصل لكل قطاع الناشئين ان انت اشتغل على نفسك وموت نفسك في الملعب، لو انت تستحق الفرصه هتلعب ايا كان انت عندك كام سنه مش هتفرق. الراجل بصراحه عادل جدا في القصه دي، وبنشوف اللعيب اللي بيموت نفسه في التمرين بيشارك. النهارده رضا سليم موجود، بكره مش موجود مثلا تلاقي عبد القادر، كريستو مثلا النهارده موجود. الفرقه كلها نجوم، ودي ميزه كبيره جدا عشان ضغط الماتشات السنه دي، ان انا عندي في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه كلهم في نفس المستوى. فانا اعتقد ان ما دام الراجل فير جدا مع كل اللعيبه، اللي هيلعب هيبقى مبسوط واللي هيقع برده هيبقى مبسوط. مودست بالنسبه للجمهور الاهلي علامه استفهام، الاستفهام هي الاكبر. وزي ما اتفقنا انه هيبقى صعب جدا على اي حد في مصر مهما كانت خبراته وقدراته يبقى يعني ضرب من ضروب التنجيم انجاز التعبير انه يقول مودست هينجح مع الاهلي او لا. لكن لغايه النهارده الناس مش قادره تحط ايديها على ظهور مودست في الماتشات بالمستوى ده. يمكن انا قلت في البدايه ممكن يكون العامل النفسي، فكره انه في داون جريد، خلينا نبقى متفقين داون جريد طبيعي جدا من الدوري الالماني للدوري المصري، فيبقى جاي حاسس انه هيلعب في دوري سهل فانه باقل مجهود هيتالق وهيبقى هيجيب فورمته. ده سيناريو وارد. في سيناريو تاني انه ابتعاده لفتره طويله جدا عن المشاركه خليته مش جاهز بدني. في سيناريو كمان بيقول انه لسه ما انسجمش بالشكل الكامل او ما تكيفش مع طريقه لعب النادي الاهلي او ما وجدش الحاجات اللي تبرز. ويمكن احنا كنا بنتكلم دايما على فكره مهاجم الصندوق والعاب الهوا والاجريشن والضغط والقوه والالتحامات البدنيه، وهو بروفايله كده فعلا، بس طريقه اللعب الاهلي مش مبينه الامكانيات دي. اي سيناريوهات اقرب من وجهه نظركم؟ طيب هو يعني احنا لو ممكن بس واحنا بنتكلم نجيب الهدف او الاسيست بتاع كوكا واقول لك مودست عمل ايه. طيب لان دي من الحاجات اللي مش هتبان للجمهور. ايوه انا مختلف مع شايف ان مودست كان ليه دور، كان ليه دور في هدف. انا هقول لك ازاي كان ليه دور. طيب. بس هي الفكره ان مودست بس حتى لو كان ليه دور انا هشوف الدور اللي انت قلته، الدور اللي الجمهور مستنيه من مودست مش المهاجم المحطه ومش المهاجم اللي بيسحب المدافعين بره الصندوق. خلي يعني عشان يبقى انا بتكلم بلسان الجمهور، يعني انا بقعد اتفرج مع الناس وبسمع، والناس بتيجي تتكلم معايا تقول لي ايه اخبار فلان، ايه اخبار علان، هو ليه ده كذا، هو فاهم. فبسمع من الناس من جماهير النادي الاهلي برضه. تعالوا نشوف جون الشحات وحماده يلفت نظرنا لدور انتوني مودست للفكره كلها في هيجهزه. في الفكره في ان مودست الناس فاكر ان هو جاي عشان وان دايمنشن. الراجل ده جاي عشان يكون جول ماشين، والاجنحه وخط النص وخط الظهر وكل الناس هتخدم على الراجل ده عشان يطلع كل ماتش بهاتريك. وده في الكوره مش صحيح. وانا مع الناس انا كنت فاكر كده بصراحه. لا ده مش حقيقي. ومش هيحصل مع اي حد موجود في النادي الاهلي على فكره. بص ممكن نرجع تاني من الاول، شوف نزوله لتحت وسحبه لمدافع الاسماعيلي هو اللي فتح المساحه لحسين الشحات عشان يستغل الباص الجميل جدا من احمد نبيل كوكا. دي حاجه موجوده لان هو الراجل جاي مش بس عشان الناس كلها تخدم عليه، لكن هو جاي عشان يخدم على الناس اللي حواليه برضه. هو جاي عشان اكتر من بعد او اكتر من حاجه عشان يعملها. يعني هو مثلا جاي عشان ياخد الكرات العاليه في حاله ان انت هتعتمد عليه في الطلوع بالكوره. ده بعد. البعد الثاني ان هو يبقى جاي عشان يكسب الكوره الثانيه للفرقه. ده بعد شغال عليه. البعد الثاني برضه والمهم، بس في النهايه حماده مع كامل احترامي للادوار والتوظيف، الراجل مش يعني ما جابش مش فورمه. يعني انا بتكلم ان هو مش فورمه. هو ما جابش فورمه. واحنا بنتكلم يعني فورمته اللي احنا شفناها في الدوري الالماني ما شفناش منها 30-40% لغايه ولا 20%. ده لسبب ان هو السنه اللي فاتت ما كانش بيشارك بشكل اساسي، فكان دكه في اغلب الوقت، وكمان هو قعد فتره طويله قوي من غير ما يلعب. فطبيعي ان هو يقعد 4 أو 5 شهور من غير لعب ويجي يرجع على اللعب على طول ويشارك باستمرار، الوضع هيكون صعب. هو مش هيلعب على طول ويطلع
نار من بقه، لا هو محتاج وقت، محتاج يشارك. يمكن كنت شفت بعض الاراء بيقول ان ما ينفعش كولر ان هو يحرقه، لا هو محتاج يشارك. أيوة. هو محتاج يلعب، هو محتاج رجله تاخد على اللعيبه في الملعب، هو محتاج يفهم اللعيبه. هم ال 12 يوم دول اعتقد اكتر حد يستفيد بيهم يا عادي مودست. مودست صحيح. صحيح. انا بس في حاجه، كنت في هجمه امبارح لمودست كان هو اتصرف فيها بشكل غلط، كنت اتمنى ان هي تتعرض عشان خاطر عايز اتكلم عنها. النقطه اللي انت اتكلمت فيها نقط مهمه جدا. اولا هو كان السنه اللي قبل اللي فاتت لاعب رابع هدافين الدوري الالماني مع كولن. فاحنا هنا بنتكلم على لاعب عنده جوده وعنده كواليتي. هنا الكره دي هو جات له دي اللي مصاها. ممكن في كمان صوره قبلها، صوره قبلها كان بيرستا وضغط والكره راحت لمودست كان لوحده. هنا هو لوحده، الطبيعي ان هو لو فت يخلص شاب من فوق الجون جون. اي لاعب مكانه وهو في المساحه دي والكره جاله بالشكل ده والجون واقف هنا هيلعبها من مره واحده من فوق الجون جون. لكن هو اتباطئ فيها جدا لحد ما اللعيب اعتقد ده نصر هو اللي ضغط عليه وخسر الكره بشكل غريب جدا. هنا مودست لو فت، لو مودست بتاع الدوري الالماني اللي هو بتاع السنه قبل اللي فاتت كان لعبه من فوق الجون على طول او استلم وشاف اللعيب اللي كان مكمل الناحيه الثانيه اللي هو حسين الشحات. لكن في اسباب كتير جدا زي ما انت قلت، هو بقى له فتره كان مريح، الراجل عقده خلص وقاعد مستني يشوف هيلعب مع مين. رقم 2 البيئه نفسها، الراجل كان بيلعب في المانيا وطول عمره بيلعب في اوروبا، المانيا فرنسا، فكره انه يلعب في مصر برضو الاجواء والملاعب مختلفه بالظبط. فطبعا يعني الموضوع بيفرق كتير جدا. اللاعب لا قدر الله لو ما نجحش مش معنى كان هو لعيب وحش، لكن هو ما انسجمش معانا، لان لازم اللاعب عشان ينجح لازم ينسجم مع البيئه دي، وطبعا جاي بيئه مختلفه. فانا بصراحه عايز اديله وقته، مش عايز احكم عليه دلوقتي خالص. لا صعب قوي حد يحكم دلوقتي يعني. ولازم الاول يقف يبقى فت، لان انا لحد دلوقتي شايف هو لسه مش فت، لسه شويه بحس ان هو فاقد للريتم جدا. فانا هديله لسه الموسم طويل ولسه هنحتاجه في ماتشات كتير، ولسه الحاجه الاساسيه عنده اللي هي الهيدرز انا لسه ما شفتهاش. يعني لسه ما شفتش كروسات من معلول وهاني، يمكن شفت واحده في ماتش امبي. بقول لك طريقه لعب الاهلي ممكن تبقى شويه ظلماه يعني او مش مساعدانه يجي بسرعه، بس انا بشوفه كل ماتش بيجي له فرصه. يعني هو الماتش ده فيه فرصه جات له اهي، كان منفرد تمام. ماتش المصري جات له فرصه فرصتين. ماتش امبي جات له فرصه. هو تصرفه في الكره لحد دلوقتي مش احسن حاجه، وده بيبين لي ان هو لسه مش جاهز. السنس ما جاش بالظبط، فهو هيحتاج وقت لحد ما اقدر اقول بقى لا، لان ده اكتر مركز محتاج سنس في الملعب بالظبط. يعني بالزبط. طبعا راس الحربه او المهاجم ده اكتر مركز، وما دام هو الراجل بقى له فتره بعيد عن رتم الماتشات. طيب خليني اخدكم بقى لجزئيه الاوقات اللي حسينا فيها انه مش ده الاهلي. الشوط الثاني امبارح يمكن يكون أسوأ شوط لعبه النادي الاهلي في الموسم الحالي. اول تلت ساعه الاهلي تقريبا مش موجود. كل عناصر قوه النادي الاهلي وسيطرته على كل المباريات اللي لعبها ما بقتش موجوده في الملعب، لا سيطره لا استحواذ لا استرداد، سرعه استرداد الكوره، ضغط مش موجود، مساحات في 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 منطقه الخطوره للمنافس موجوده، فرص بيروح بيها الاسماعيلي على مرمى الشناوي بتتكرر. ده كان من وجهه نظركم سببه ايه؟ ايه اللي حصل خلى السيناريو بتاع الشوط الاول ما يبقاش موجود في الشوط الثاني؟ طيب يمكن السبب الاول بالنسبه لي هو ايهاب جلال. يعني ايهاب جلال في الماتش بتاع امبارح، هو الراجل ده عنده ايديولوجيه بيشتغل بيها. اول ماتش اشوف الاهلي من فتره طويله قوي نسبه الاستحواذ، ويمكن تبقى أقل وجهه نظر كولر كده، او كولر شايف انه ايهاب جلال بيلعب على الحته دي فساب له الحته دي يعني وحط طريقه ثانيه للتعامل بيها مع انا هقول لك ان فكر ايهاب جلال مش مجبر، هو مش مجبر. كولر كان مخير او هو براحته سايب الكوره لايهاب جلال، لان طول ما ايهاب جلال هو عايز الكوره فهو عايزها في رجله طول الوقت، لانه شغله كله مبني على فكره الاستحواذ، ان انا معايا الكوره. ودايما الاحصائيات بتظهر جانب، يعني جانب انا بشوفه سلبي دايما. انا بس عايزك وعايز المشاهدين ياخدوا بالهم، انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه انت لما هتروح تلاعب سان داونز انت هتلاعب ند حقيقي، ده حقيقي. لما هتلاعب الوداد او الترجي او سيمبا التنزاني حتى هتلاعب ند حقيقي، فرقه بتلعب كوره وفرقه بتضغط وفرقه عندها مهارات وفرقه عندها انسجام وعندها تكتيك وعندها اسلوب ممكن يرهق. فاذا كان ده حصل في الدوري هنا، ده معناه انه ممكن يتكرر في السوبر ليج او الافريكان ليج يعني والتشامبيونز ليج وكاس العالم. طيب فهو ايهاب جلال كان الفلسفه بتاعته انه دايما عايز الكره في رجله، ودايما الاحصائيات هي اصماء، هي دايما بتحسبها بطريقه مش مناسبه للعين. يعني هو دايما التمرير الكتير ده دايما بيزود نسبه الاحصائيات. احنا بنعمل ده حماده برضو، ما احنا بنعمل طريقه لعب النادي الاهلي باصات كتير جدا، نقل الملعب من اليمين للشمال، انت بتبقى ماسك كوره لا مركزيه، تغيير اماكن، هوب تك، في فرق ان ايهاب جلال دايما عايز الكره في رجله، تحضير بطيء. لو الشناوي امبارح مش في حالته
او لو لعيبه الاسماعيلي كانت عندها لمسه اخيره كويسه كان النتيجه بتاعت الماتش. انا بتكلم انا مش صراحة. انا مش مختلف معاك يعني، انا بتكلم في طريقه اللعب. ايهاب جلال دايما صح ولا لا؟ ايهاب جلال تحضيره بطيء، بيمسك الكوره اطول وقت، فبالتالي بيزود نسبه الاحصائيات. ولكن النادي الاهلي دايما بيمسك كوره، بيمسك كوره بس اللعب بتاعه مباشر، ان دايما ما بيحضرش كتير، لا الاهلي بيوصل بسرعه، وبدليل ان النادي الاهلي وصل وسجل 3 اهداف. انت لو جبت الهدف الثالث انا عايز تفوق الاهلي امبارح ممكن يبقى في الفعاليه الهجوميه، الفعاليه يعني انت فعال في عدد الفرص اللي انت قدرت توصل بيها وتخلقها وتسجلها وتترجمها لاهداف. لكن لو بتتكلم في عدد مرات الوصول بتهيألي الاسماعيلي وصل لنفس العدد من نواحي الفرص. رد فعل انت كسبان 3، فطبيعي المنافس اللي قدامك هو لازم يكون ليه رد فعل. هو عايز يتعادل، عايز يكسب، ما هو ده حقه المشروع. ولكن انت كنادي الاهلي انت كنت مخلص الماتش كسبان 3-0، فطبيعي ان اللعيبه تريح شويه. انت مش في كل ماتش هتكسب 3-4 تبقى ماسك الكوره وماسك المنافس يعني بتقطع فيه. ده اسمع راي العيد في نفس طيب النقطه، في كذا نقطه. النقطه الاولانيه طبعا الماتش كان مقسوم نصين، نص لحد ما امام خرج ونص من بعد نزول طاهر. انا بصراحه يعني تغيير الطاهر بالنسبه لك كانت مش مفهومه، مش مفهومه. انا الطبيعي ان قفشه ينزل. وقفشه بيأدي نفس الدور اللي بيقدمه امام عاشور. ليه؟ قفشه لعيب بيستلم الكوره، بيوزع اللعب، بيهدع الكوره، بيعمل كنترول على الكوره، يعمل لي استحواذ. اكتر حاجه بتحمي اي فرقه في العالم من ان هي ما تجيش عليها هجمات ان انا استحوذ على الكوره، الكوره تبقى معايا انا، الكوره معايا انا، طول ما الكوره معايا الفرقه اللي قدامي مش هتروح على الجون. وده اللي كان بيحصل في ماتش، اللي حصل في ماتش المصري، واللي ماتش المصري تاني ما جاش عليهم ولا كوره، وماتش ام بي وماتش ام بي والماتش بتاع سان جوز. طول ما انا الكوره معايا انا عامل استحواذ سلبي، انا بموت رتم اللعب، فانا طول ما الكوره معايا الفرقه اللي قدامي مش هتروح. ده ما حصلش امبارح، كان بيحصل في اول الشوط الاول لحد ما امام خرج ولحد ما جبنا الجون الثاني. انا حسيت ان طبعا طاهر ستايل لعبه ان انا لعيب مباشر، اخد الكوره وهجري، فالكوره يا هتتقطع يا اما هعدي بيها. وطبعا احنا امبارح كنا كل ما بناخد الكوره بعد مثلا 20 ثانيه بكتير الكوره بتقطع مننا. ليه؟ لان ما عنديش حد في نص الملعب بيستلم الكوره ويهدي الريتم. فانا بعتقد يعني ان وجود طاهر امبارح في الشوط الثاني كان راجل، كان اعتقد ان هو عنده فكر ان هو طاهر يطارد المساحات زي امام، ان انا عندي لعيب سريع يلعب تحت مودست. وده حتى بان الشوط الثاني ان هو كان بيلعب تحت مودست، ما كانش بيلعب ثلاث في نص الملعب، كان بيلعب بديانج وكوكا وقدامهم طاهر. فانا هنا عندي طاهر امبارح كان واخد دور ان هو يلعب تحت مودست ويطارد المساحات. فدي نقطه. النقطه الثانيه ممكن يكون كولر شاف ان انا خلاص انا جبت جونين فهسيب الاستحواذ للاسماعيلي عشان انا العب في المساحات. وطبعا ده سلاح ذو حدين زي ما انت قلت، لو الشناوي ما كانش موفق او لو كان الخطا المشترك اللي حصل ما بين ياسر وعبد المنعم كان بدري شويه كان ممكن سيناريو الماتش يتغير، او حتى الكره بتاعت اخر الشوط الاول بتاعت ياو انور اللي شالها الشناوي. فانا بشوف ان طبعا هو يمكن امبارح انا بشوف ان مستر كولر ما حسبهاش صح، كان قفشه هو اللي ينزل نستحوذ نمسك ريتم الماتش، احنا اللي ننقل الكره يمين وشمال. كولر تعظيم سنة طبعا هو صاحب القرار. طبعا احنا طبعا يعني هي بتوجهات نظر طبعًا. وفي الاخر الراجل كسب 3. وممكن احنا اللي بقى بنقول فكره صغيره ممكن تنور في حته ثانيه، فيعني بالظبط هو يمكن في حاجه هو عايز يجربها يعني يمكن هو عايز يشوف طاير في المركز ده. لا في حاجه ظهرت في الماتش اللي فات برضو، ان دايما لما الاهلي كان بيبقى عايز الكوره كان بياخدها. وده ظهر في الهدف الثالث وظهر في اكتر من فرصه. فاللي اكد لي ان مارسيل كولر بارادته هو سايب الكره لإيهاب جلال هو توزيعه الماتش، ان النادي الاهلي ما كانش بيضغط بشكل شرس من نص الملعب، لا هو في توقيتات معينه كده بمحفزات معينه الاهلي كان بيستناها فياخد الكره. لاول مره من فتره طويله يعني نحمد ربنا انه في فتره توقف للاجنده الدوليه هتساعد الاهلي بشكل كبير جدا في عوده المصابين، عوده او جاهزيه بقى الاسماء اللي كانت بتخوض برامج تاهيليه زي اكرم توفيق. نتمنى رجوعه، هيمثل اعتقد وجود اكرم في الملعب هيبقى اضافه قويه جدا جدا لسكواد النادي الاهلي في الموسم الحالي. والاهم انها بريك نراجع فيه الحسابات قبل ما نروح ونبدا المشوار ان شاء الله باذن الله في الافريكان ليج مع سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر. بشكر حماده الشناوي، بشكر احمد العادي، شرفتنا ونورتنا يا ابو حميد، شرفتنا حماده، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا. بشكركم طبعا على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.